السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأحبة والمتابعين، دمتم بإذن الله آمنين وفي طلب العلم دائما سباقين، اللهم آمين. إن شاء الله النهاردة هنتعلم مهارة من مهارات الحساب بالذهن السريع. إن شاء الله مهارة رائعة جدا وبسيطة جدا جدا، وهتحبب ابنك وطلابك في الرياضيات وهتخليهم يحبوا مادة اسمها رياضيات. المهارة سهلة وبسيطة عشان ما أطولش عليكم، يلا بينا نبدأ على بركة الله. بس لو أول مرة تتابعنا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعلق وتم عشان يوصلك كل الفيديوهات، ويلا بينا نبدأ. لو قلت لك ضرب، طبعا المهارة دي بكل بساطة تضرب أي عدد في 25 تعمل إيه وتجيب الحل بسرعة جدا جدا. لو قلت لك 25 في 4، 25 في 8، 25 في 32، 25 في 45، 25 في 80. لو سألنا حد وقلت له 25 في 4 هيقول لي سهلة وإحنا عارفينها ب 100، الناتج سهل وبسيط، قلت له ماشي مفيش مشكلة. طب 25 في 8 كام؟ هياخد فترة يفكر شوية. طب 25 في 32 يبقى كام؟ هياخد برضه فترة أكبر يفكر. لا، إحنا عايزين نجيبها بسرعة. ضرب أي عدد في 25 بطريقة سهلة وبسيطة. كل اللي هتعمله بكل بساطة لما تضرب 25 في 4، كل اللي عليك هتقسم العدد ده على 4، لأن المضروب في 25 هتقسمه على 4، يعني هم اقسم العدد ده على 4، 4 على 4 فيها إيه؟ فيها الواحد. كل اللي هتعمله هتضيف صفرين، يبقى الناتج 100، يبقى 25 في 4 الناتج هيكون 100 مباشرة. طب تعالى نجرب في المسألة اللي بعدها، 25 في 8 هتقسم ده على 4، هتقسمه على إيه؟ على 4، 8 على 4 فيها الاثنين وهتضيف صفرين، بس كده. طيب كده الفكرة خلصت؟ لا، في تكة بسيطة بس في آخر الفيديو في المسألة الأخيرة هقولها لك وتخلي بالك منها كويس جدا جدا عشان ما تعملش طريقة. 25 في 32، 25 في 32 نفس النظام، هقسم دي على 4، بعد كده 32 على 4 فيها 8 وتضيف 0، بعد كده 25 في 45، وخلي بالك من التكة الجميلة دي، لازم تخلي بالك منها. 45 طبعا 25 في 45، 45 هتيجي تقسمه على 4 ما تنفعش، فهتنزل خطوه، هتنزل ايه؟ خطوه، هتبقى 44، دي هتبقى 44 بس باقي معاك واحد، 44 على 4 فيها ال 11. تمام؟ طيب باقي معاك واحد، هتقسم برضو الواحد اللي معاك ده على 4، هيدي لك ايه؟ 25%، 25%. طيب كده معاك 11 25%، انا المفروض هضيف صفرين صح؟ الصفرين ده معناه ان انت ضربت في 100، لا، انا لما اضرب في 100 في الحاله دي هحرك العلامه حركتين، واحده اثنين، يبقى العلامه مشي، يبقى مفيش علامه، يبقى الناتج 1125. بكل بساطه هعيد الفكره دي تاني، لما تقسم العدد على 45 على 4، 45 مثلا على 4 وما ينفعش، في الحاله دي هتنزل هتجيب العدد اللي تحته اللي يقبل القسم على 4، وتشوف القسم مثلا 44 تحتها على 4 فيها ال 11، كده 13، وباقي معايا واحد، اقسم الواحد ده كمان على 4، شوف يديك ايه؟ يديك 25%، المفروض انت هتضيف صفرين، الصفرين دول معناها ضربت ب 100، فهتضرب 25% في 100، هتطير العلامه يبقى انت اشتغلت 125، وهسيب لكم اخر مساله دي واجب اكتبوها لي في التعليقات، وكده خلصنا مهاره ضرب اي عدد 25 بطريقه سهله ورائعه جدا جدا جدا. انا وليد يوسف، ما تنسوش تتابعوني تعملوا لايك للفيديو وتعلقوا بتاعي عشان يوصلك كل الفيديوهات والسيشن، لو تابعنا وخدت اليوتيوب ما تنساش تشترك في قناه اليوتيوب وتفعل زر الجرس. اشوفكم على خير في التحدي الجديد في الرياضيات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.